اخبار اليوم. مش عايز انتوا لو العالم العربي شاف اللي انتوا بتعملوه هقول مصر رجعت تاني، لكن العالم العربي ما بيشوفش اللي انتوا بتعملوه، وحتى الشعب المصري ما بيشوفش اللي بتعملوه، والاعلام المصري والاعلام الخاص رايح في مناطق تانية ورايح على المال. النقط الحقيرة والنقط القذرة والمسائل اللي بتطلعها شكلنا وحش وكأن احنا ما عندناش فعلا مصر. اللي يتابع حركة شباب هيؤمن وهيعرف ان احنا عندنا مصر. وبكرة المسألة مسألة ايه فيه كنت بكرة جاي. ما فيش صخر بيتهد ولا حد بيقدر يفتح نفق الا باستمرار الطرق. اوعوا تيأسوا، اوعوا تتعبوا، اوعوا يبقوا لكم مطالب خاصة انكم تعيشوا مع بعض حياة مسرحية حقيقية وتستمتعوا حقيقي بالفن، لأنه اللي بيفقد هذه الحالة وبيعيش في أجواء عامة بيفقد سعادته اللي انتم ممكن تكونوا حاسينها دلوقتي، وهتعرفوا ومحدش هيعرف منكم الكلام ده إلا لو شوية ضوء أغروه وساب هذه الحالة المهمة. هيحس وهيندم يقول ياه نفسي أرجع في الحالة. طبعا فاطمة بتقول نعمل إيه؟ ده أنت تستمري تستمتعي. الناس دي انت قلت جمل في المسرحية لو عملت بيها هتبقى من اسعد الناس. واخد بالك ازاي؟ الجمل اللي انت قلتيها هتبقى انت حققت كل شيء ووصلت وجبت وعملت واتفقت السعادة. بنقول لها كده بس مش عايزة نفسنا الاعلام يعبرنا. لا 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 ما تقول نفسكم انكم تستمروا. سنة الدولة تدعمنا. لا 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 نفسكم ان انتوا تستمروا. نستمر فعلا. انتوا اللي هتدعموا ده. انتوا اللي هتدعموا الملك. ما تبوس ما تقولش تدعموا تعمل ايه؟ تسوقوا وتلاقوا بالالوان؟ لا بس على الاقل تلقي الضوء، تعرف الشعب ان في مسرح مهم. انتوا اللي وانا عرفت منين؟ مننا هي الدوله اللي نادت لنا بس هتفضلوا كده واحد ورا واحد ورا واحد. يعني هي نقطه بؤره السكر ان بتتجمع بلوره السكر زي كره التلج كده بتتجمع. واخد بالك ازاي؟ الاستمرار. وانتوا اهم حاجه حطوا على انتوا قلتوا يعني قلتوا فلسفه. انتوا اهم حاجه ايه؟ مش انتوا تبقوا سعداء؟ انتوا تعملوا ده سعداء ولا لا؟ هستنى ايه؟ هستنى وهم؟ هستنى وهم؟ هستنى خلاص انتوا بتسجلوا حاجتكم بتعملوا حاجتكم بتستمروا على ما انتوا عليه وبتقدموا الافضل وهتلاقوا جمهور وهتلاقوا ناس انتوا بدون اي لا اعلان وبدون اي حاجه القاع ملي. هنراكم ان شاء الله النضال بس مبروك مبروك ايه لا ربنا يخليك مبروك. وانتم وده الواحد ايه دي مصر عمرها ما هتبقى افضل يعني شعبها في سقوط والا رفعت روحنا المعنويه والله لا والا اصل شعبها يعني ايه يعني الفن ده يعني شعب اعلام يعني نظام يعني حكومة من أول اسمع وعو الحاضر يبلغ الجاي. لكن الفن هو دلوقتي شعب. طول ما شعب مصر موجود الفن موجود. وتعرف إمتى أن شعب مصر من جواب خير لما تلاقي فنه بخير. ففنه بخير رغم كل الدعاوى بيقعد يقول لك فين وفين وكله نهار وكله بتاع. ما تيجي تشوفوا أنتوا سبيل ده عمالين تروح على حاجات تانية وتقولوا فين الفن الحقيقي. ما الفن الحقيقي موجود أهو. واخد بالك إزاي؟ فعشان كده أنتوا بجد وأنتوا حقيقيين واستمروا في ابداعكم وما تيأسوش. لانه انتوا هتيأسوا انتوا عايزين هدفكم ايه؟ لو هدفكم السعاده استمروا لانه الجمهور اللي بيجي لكم يوميا له حق عليه. الجمهور ده ويشوف مسرحياتكم اللي جايه ويشوف اللي جاي. احنا عايزين ايه اكتر من الجمهور يجي لنا؟ مفيش ما اختاروش تلفزيون. والمسرح في التلفزيون دمه تقيل. والمسرح لما بتفرج على مسرح في التلفزيون دمه تقيل. بتفرج على المسرح بستمتع. وبعدين ما احناش عايزين نبقى زي المسرح اللي بيعملوه في التلفزيون واللي هو ده المسرح اليومين دول هو ده النجاح. فكره المسرح انك تنزل من بيتك وتروح المسرح واللي انتوا بتعملوه مش الاسكتشات اللي في الهواء. طبعا اللي انتوا بتعملوه مش الافيهات والتهريج والبتاع ده مطلوب شيء كويس واهلا بيه وحلو يعني. واخد بالك ازاي؟ بس ده الحاجه الحاله الحقيقيه الحاله اللي بتشفي الانسان من جوه وبتشفي الجمهور وبتكلمه بتعبره عن كل مشاكلكم. وانت مبدع جدا وانا بستغرب ازاي عندك هذا العمر يعني جايب الحاجات دي. الحاجات اللي احنا عشناها انت هتعرفها منين؟ مبروك مبروك عشان كده سالتك واحنا مستنيين منكم اللي جاي.